ريمكو ويك مستمره باوتو فوكس، لكن التركيز الاكبر عم يكون مثل ما عم تشوفوا مشاهدينا على طرازات الجي ام سي المعروفه اكثر بسيارات الدفع الرباعي الاس يو في. اليوم مره جديده بس انا رحب بمسيو ربيع عطلة سيلز كونسلتنت بريمكو. هاي ربيع، هاي جورج. عم نستفيد دائما من خبرتك بعالم السيارات، خاصه بعالم جي ام سي الواسع جدا، ومثل ما كنا عم نحكي جي ام سي متخصصه فقط بسيارات الدفع الرباعي ال 4x4. اليوم معنا اس يو في، كروس اوفر اس يو في اسمه. ليش الفرق بين اس يو في العادي وكروس اوفر اس يو في؟ قبل ما نحكي عن الترين الرائعه اللي معنا اليوم. اوكي، الكروس اوفر هي اكثر اذا بدك تركيزهم على الكمفورت تبع وايلد درايفنج، يعني اذا بدك انت عم بتسوق فيها رياحه اكثر بالسواقه وفيها فيول كونسومشن اقل، يعني بشكل السياره تبين از اس يو في بس هي سواقه سياره. اوكي، الاس يو في مثل ما شفنا اليوكون هي سياره كبيره مختلفه كليا عن الكروس اوفر. هلا كاترين هي اصغر اذا بدك كروس اوفر بيعملوها بي جي ام سي، سياره كثير حلوه اذا عم تشوف شكلها. بتجي بتو انجنز، فيها موتورين، موتور بيجي 2.4 4 سيلاند بيولد 182 حصان، والموتور اللي عم نشوفه هون هو 6 سيلاند 3.6 313 حصان. بس اكيد بنذكر انه موتور الاربع سلندر كمان قادر يتحمل وزن السياره أكيد. وسياره أكيد. نشيطه جدا، بما انه عم تقول 182 حصان بتولد وهو عدد حصاني ممتاز جدا لسياره لاس يو في كروس اوفر. ما كنا عم نحكي ربيع، شكل كثير حلو وكمان حجم ممتاز جدا بين السياره العاديه والاس يو في الكبير. وبتصور هيدا النوع من السيارات كثير مطلوب بلبنان 100%، لانه شكلها وحجمها يعني بيناسبك بقلب البلد، بيناسبك برات البلد، يعني بيلبي طلبات ان كان مدام او شباب او بنفس الوقت رجال. بنفس الوقت شكلها اجريسيف وبولد، وبنفس الوقت كمان عم تعطيك لكجري مثلها مثل حيلا جي ام سي موجوده معنا. خلينا نشوف الكابن فيها واللافت فيها، هو الكونسول بمنتصف السياره عن جد كثير مدروسه ومشغوله بطريقه بديزاين كثير حلو. مزبوط، عنا السكرين اذا تخبرنا اكثر. تجي تاتش سكرين اكيد هيدي موجوده مثل ما موجوده بجميع الجي ام سيات مع ريفيو كام. اكيد عنا السيستم البلوتوث الهاندز فري سيستم، عنا الاوديو كنترول مع الكروز كنترول على الستيرنج ويل، عنا هالستيتشز هالخيوط الموجودين على الديركسيون وان كان على الكراسي يلي كمان بيجوا جلد، وكراسي كهرباء اكيد موجودين. اذا بدنا نركز شوي على سيستم الاوديو، عنا بريميوم بيجي بايونير 10 سبيكرز ساوند سيستم، كمان ساوند سيستم كثير مهم فيها، مع اكيد اذا بتشوف الكونسول وبتشوف من وراء السبيس تبعو السياره، سياره بتسع خمس اشخاص مرتاحين، واكيد عندنا كارغو سبيس من وراء واسعه. كمان اذا بنشوف الازرار موجودين على الفولون، التحكم بيكون بنظام الراديو، نظام التليفون كمان هاندز فري من دون ما نضطر نستعمل التليفون نحن. 100% هي بارتي من السيفتي لحتى يضل الزبون مركز على السواقه. كمان اذا بدنا نفوت شوي بقصه السيفتي تبعو السياره، عم نحكي ب 10 اير باجز موجودين كمان من قدام للجوانب لورا ككيرتنز بتغطي كل الركاب الموجودين بالسياره. واكيد عندنا الاي بي اس وعندنا الاي بي دي الكترونيك بريك ديستريبيوشن، وعندنا الستابيلي تراك اللي هي كرمال لا سمح الله رول اوفر. يعني سيارة كاملة متكاملة عن جد، من ناحية اوبشنز السيفتي، من ناحية المحركين اللي عم تحكي عنهم، ومن ناحية الكابن والكوكبيت فل على اخر من ناحية الاوبشنز. ربيع، سيارة رائعة جدا، وكيف عم بيكون الطلب عليها الطلب عليها خصوصا كنا عم نحكي انه زاد الطلب على هول السيارات خصيصا، الطلب عليها بريمكو كثير عم بيكون كبير، ان كان الاربع سلاندر وان كان الست سلاندر، لانه كمان سعرهم كثير مقبول عم بيكون، بلس الورنتي اللي عم نعطيها عم تكون مغطية كل السيارة على 3 سنين او 100,000 كيلومتر، وبلس عندنا التست درايف، يعني زبون بيجي بيجرب السياره، مين ما عم بيجرب السياره كثير عم بحبها للسياره لانه كثير بتحسها كومفورتبل. هو على كل حال شكلها بيلفت اول ما تشوف التيرين من الناحيه الاماميه سايد فيو، ناحية خلفيه مشغوله بطريقه كثير حلوه. مظبوط. جانت السياره قد ايه عم بيكون 17 انش، هيدا بيكون ستاندرد ان كان على الاربعه او على الست سيلاندر. نعم، واكيد عم نشوف الكرام من قدام وورا كمان موجود الكرام، حتى موجود على الابواب، على الابواب مظبوط، على اطراف الشبابيك. هالتيرين الحلو كثير اللي عم تشوفه اليوم في اوتو فوكس مشاهدينا، وباسعار كثير منافسه للمحركين الاربع سلاندر
والست سيلندر. كمان اذا بدنا نحكي عن سيرفيس ابريفانت ربيع شو فينا نضوي اكثر؟ السيرفيس ابريفانت مثل ما حكينا نحن عندنا محل جراج خصوصي بس لزبون جي ام سي موجود بجاليري سمعان، بيهتموا بزبون فروم اي تو زي، بيوصل بيهتموا بالسياره وبياخذها، كمان بيكون فيك عم بيراقب السياره كيف عم ينشغل فيها وكيف عم يهتموا له بسيارته لزبون. وسيرفيس 24 ساعه اكيد عندنا رود سايد اسيستنس 24/7 اوكي وين ما كان بلبنان، سياره بتكون لا سمح الله صار شيء بيجوا لعنده، اذا قد السياره بتنحل قصتها بارضها بيجوا لعنده بيظبطوا له اياها ولا بيبعثوا له بلاطه توصل لعنده توصل لعنده على الجراج. شكرا نبيع على كل هالمعلومات، وبنذكر في تيست درايف مثل ما ذكرت على التيرين وعلى كل الطرازات اللي شفناها اختوال هالاسبوع باوتو فوكس طرازات الجي ام سي، اكيد اللي هن عبر الوكلاء لهم الحصريين بلبنان ريمكو رسام يونس موتور كومباني اللي هي وكيله نيسان انفينيتي لوتوس كمان شفناها بحلقات سابقه وكاوازاكي الدراجات الناريه الحلوه كثير والرياضيه. شكرا ربيع مره جديده مشاهدينا ويلرز دوت ام اي لتشوفوا كل الطرازات اللي عم تشوفها باوتو فوكس وغيرها من السيارات والعروضات المهمه بعالم السيارات، وكمان تابعونا على الام تي في اب اذا قفيتوا شي حلقه من اوتو فوكس خاصه الحلقات الحلوه اللي عم تشوفها اليوم من جي ام سي. الى اللقاء.